صباح الخير على كل السادة المشاهدين، صباح الخير على كل العالم العربي، كل الأمة الإسلامية وكل الناس طيبين. النهاردة وقفة عيد الأضحى، يا رب تبقى عيد سعيد وأجازة سعيدة على كل الناس اللي موجودين أينما كنتم. هنكون معاكم على الهواء مباشرة النهاردة وبنحتفل معاكم بوقفة عيد الأضحى. أنا وفادي وأشرف، صباح الفل يا جماعة. صباح الفل. صباح الخير فادي. اتفضل يا أشرف. صباح الخير يا عايدة، كل سنة وأنتم طيبين، كل المشاهدين وكل المصريين في كل حتة طيبين بمناسبة عيد الأضحى. النهارده حلقه السبت 5/11/2011، يا رب يوم سعيد على الجميع. هتكون حلقه وقفه عيد مميزه، نتمنى ينعاد على الجميع بكل خير وصحه وسلامه. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير فايده. فادي على فكره من الصبح عميقه. صباح الخير فادي. صباح الخير عايده. صباح الخير مشاهدي ناين لايف، ونهاركم دايما سعيد. انا اسف ان انا غلطت الاسامي في البدايه كده. كل سنه وحضراتكم طيبين. 4 مليون مسلم فوق جبل عرفات النهاردة، يا رب ربنا يتقبل ويا رب يرجعوا بالسلامة إن شاء الله لبلادهم. النهاردة على فكرة عندنا يوم يعني شبه احتفال بيوم وقفة عرفة. من ضمن الفقرات دي عندنا طفل بدايته من 4 سنين حفظ القرآن، ختم القرآن حفظا كاملا وهو عنده 11 سنة. هيكون مشرفنا النهاردة صوته عذب جدا في الإنشاد الديني وفي قراءة القرآن، وهو يطلق عليه أنه هو بقى داعية إسلامية. هنعرف تفاصيل أكتر عن مصطفى عاطف القارئ والداعية الإسلامية. طبعا بقاش طفل يعني، هو دلوقتي بقى شاب 21 سنة بس يمكن بدايته كان هو صغير فعليا. النهاردة كمان هيبقى عندنا جزء احتفالي له علاقة بالجزء الصوفي. النهاردة هيكون عندنا راقصي تنورة، طول الوقت هي طريقة مبهرة للتقرب إلى الله وإلى الإنشاد الديني وإلى ذكر الله وإلى ذكر رسول الله. فالنهاردة هيكون عندنا مجموعة من المنشدين وكمان راقصي التنورة، هنحتفل معاكم بطريقتنا الخاصة بوقفة عرفات. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية. وبما انه احنا واخدين اجازه بس شويه من السياسه كده لغايه بعد العيد، وده وقت اعياد ده رغم انه الحال يعني ما يسرش قوي، لكن ما خلاص يا عايده عادي، انا ما قلتش حاجه، انا سكت، انا ما نطقتش. فاحنا هنتكلم في موضوع مهم جدا معانا. هيكون معانا فقرة عن مؤسسة اجتماعية مهمة جدا هي بنك الطعام المصري ودوره في القضاء على الجوع والاحتياج في الأعياد، خصوصا مع ارتفاع الأسعار جدا بشكل مبالغ فيه. صن كيلو اللحمة يعني بلاش نقول سعره دلوقتي كام، بس نتمنى ان المبادرات دي تنجح. هيكون معانا دكتور رضا سكر المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، هنتكلم معاه في مختلف المواضيع وهنعرف المحتاجين يعملوا ايه ويروحوا ازاي لبنك الطعام. فن الانشاد الديني فن اكيد مختلف عن اي فن في الدنيا. اكيد اللي بيلقي الانشاد الديني بيبقى اكيد صوته جميل وعذب. هنتعرف اكتر عن موضوع الانشاد الديني، وهيكون معانا في فقره عن الانشاد الديني الاستاذ عبد الرحمن طلاله، هيكون في استضافتنا وهنتكلم عنه اكتر واكتر. خلونا قبل ما نبتدي احتفالنا كل سنه وانتم طيبين مره تانية، نبتدي بس بفقره الصحافه، نعرف اهم الاخبار عشان مش نتكلم سياسه بس مش هنبقى مغيبين خالص يعني. فخلونا نعرف اهم العناوين المنشوره في جرائد النهارده يوم الوقفه، وكل سنه وحضراتكم طيبين.